شو يا سفاح؟ شو خيي شو عامل بحالك شو هام؟ مشكل خيي عامل مشكل مشكل مين يا خلص شو بك يا زلمة؟ بخليك في مخزة بخ هيدا ستايل أو باش ستايل شو بك؟ شو أو باش ستايل؟ خلص أو باش ستايل عامل لك أنا وبش هلأ شو خيي فهمني شو خيي في عين من العالم اطلق عليهم وبش هلأ بالحملات الانتخابية تبين أنه في نوعية من العالم هني وبش أو باش فهمني الله يوفق ما عم بفهم شو وبش يا خيي ها حعطيك عينة حعطيك نموذج مثلا هيدي نسخة عن اللوائح الانتخابية مثلا أوكي. بآخر مثلا في لائحة هون بيبقى اسمهم الأوباش هيدي لائحة الأوباش لائحة الأوباش ايه يعني هاي للأوباش بتفوت مثلا عند رئيس القلم طيب. رئيس القلم الاقتراع أوكي. بيسألك هو مثلا أنت وبش أو عادي مثلا أوباش أو عادي بدك تحدد أنت بدك تحدد إذا أوباش أو عادي طب. وهو على هاي الأساس بيسألك شو صفات الأوباش خي فهمني مواصفات الأوباش مواصفات الأوباش هن عندهم مجموعة صفات أول شيء مثلا بتكون مثل انت مش مخزي لا بتلبس لباس حر هيدا لباس حر اسمه لحتى تكون يعني فوت على المحل بقول له لو سمحت بدي ايه بتفوت على المحل بتقول له بدي او باش ستايل هلا او باش ستايل ايه او باش ستايل كل المحلات عم تنزل هيدي طب في ياكل جنيريك لا جنيريك صار شو حال كيلو 200000 ما في ياكل لا صعب مستحيل طب كفيني ختم شو مثلا عندك مثلا الوبش هو ما بيتعرض للصيبة بالعين يعني ما بينصب العين فهو بيكون ضد الخرز الزرقاء وبالتالي ما بينتخب مستقبل بس او باش طب ليك احكيني شو عندكم برنامج عندكم نشاطات معينه هلا نحن صراحه عم نسعى لانه نطلع حزب جديد حزب الاوباش اسمه حلو بلشنا بالغنيه بتحب سمعك اكيد شي اكيد يا ريت تفضل يلا هون سمعك غنيه هلا يمكن تكون النشيد الرسمي لنا حلو يلا يا أوباش الأوابيش بالدايرة لقريبي اخد لي بدربك هالصوتين عطيهن للحريب جميل لاحظت؟ جميل جدا طب كيف بدي انتمي لهالحزب؟ شو بدي أعمل فهم؟ تنتمي لهيدا الحزب خلص بكفي هون قم لوين؟ استقطبتك امشي على المكتب دغري ها؟ دغري امشي يلا أمش. كذا صوت علوشه كذا صوت ولا